متوش تضل. هذا حلو كمان بعدين. إذا إخواني عمرها 79 سنة، من هي أصلا روسي. كومباتا أغلاس اللي هي يعني عبارة عن بعدين بعدين. هون شوفوا شوفوا المعاناة، يعني المعاناة اللي جاي تعاني. هي عايشة في بحيرة، عايشة في بحيرة، يعني هي وحيدة الظاهر، كان زوجها وياها وزوجها متوفي. فتحكي على من؟ تحكي على الشغف اللي بهاي المدينة. شوف هنا تقول، تقول أبوها هو اللي سوى لها هذا التزلج، وهذا تقول أنا محتاجة، يعني محتاجة هذا الحذاء اللي تزلج عليهم حتى تنتقل من مكان إلى آخر، واضح؟ شوف حتى تنتقل من مكان إلى آخر تبحث عن حيواناتهم. صحيح تقول هنا موجود لها نيج موجود، بس تقول يعني حياة ديفيسي، يعني حياة صعبة إذا ما موجودة هذا التزلج. تقول مرات حيواناتي تنفقد فما ألقاها بسهولة. تقول إذا أنا حتى أعيش بهذا المكان فقط أحتاج منشار وأحتاج أدوات حتى تغذي حيواناتي، واضح؟ تقول أنا مشغولة على مدار اليوم. شوف شوف تقول بيلشوز، يعني هذا المكان كلش عبي. تقول يعني كطبيعة فد شيء، يعني فد باخفة، فد شيء شيء ما يوصف. يعني شوف قد حياة صعبة، وتقول يعني هذا يعني شيء خرافي، يعني شلون نسمي هذا. تقول شوف بس هنا ركز وياي، يقول حتى احصل على الماء شوف شو اسوي. تحفر متر واحد شباب، تحفر متر واحد حتى تطلع الماء. شوف اسمع اسمع، حتى تطلع الماء وتعطيه الحيوانات. عفوا دكتور ترى ما جاي اشتغل فيديو. نعم شاشة واقفة، شاشة واقفة. اي نعم دكتور، ما على الفيديو ما قاعد دكتور، بس جاي نسمع صوت بس، يعني شاشة واقفة. اوكي سامخش، راح اسوي لكم هسه شير لل، اعطوني مجال لحظات راح اسوي لكم شير. عبالي جاي اسمعون. اذا اخوان نعم دكتور، هو بس اعطوني مجال لحظات، بس لحظات. اذا اون اغيت لا بريزنتاسيون، دونك جي دوا شيرشي لو فيديو و ال سي ترو. دونك Attendez-moi quelques minutes pour le trouver. Ok, ça marche. Je le trouve. هسه واقفة؟ لا دكتور واقفة؟ دكتور ماكو زول. نعم دكتور، هسه واقفة. إذا إخوان أون باتكا أغلاس جيمسا، شوف قد حياة صعبة. تقول جيمسا أحب هذا الحياة. شوف سمع سمع، شوف عبارة عن بحيرة متجمدة في روسيا. تقول هذا الحذاء المتزلج اللي سوى له فابريكي ابوها. تقول هذا محتاجته، وعباره عن تقول عباره عن خشبه وحبال. تقول محتاجها حتى انتقل به اروح اتسوق. نفس الحال ابحث عن حيوانات الليباش اللي بتنتقل من مكان اخر. تقول حياه جدا صعبه، تخدي في السير اذا بدون هذا الحذاء مالتي. واضح؟ شوف مرات يقول يعني تروح الى صار على الجبال، فانا شلون اصعد الى اروح لحيواناتي. اذا اخوان شوفوا شباب، байкал это лучше всего это не тронутое
شوف يعني تقول جد طبيعه، تقول طبيعه جدا نقيه نظيفه صافي، تقول صافي ничего я не могу сравнить ни с чем просто ни с чем ничего меня не трогает. شوف تقول بغادي يعني هاي تقول جنة، شلون جنة عندي؟ شوف حتى تحصل على الماء شباب، حتى تحصل على الماء شوف تحفر آن متر، تحفر متر واحد حتى تطلع الماء. شوف اسمع تقول أنا محتاج الماء حتى أنا عيشن، حتى أشرب اللي يسمون الفو مالتي العجول مالتي والحيوانات. شوف شوف متر واحد يلا طلع الماء. شوف هنا هنا هاي اللي وقفتني اخوان، تقول جملة في يعني تقول انا احب الحياة، تقول احب الناس. ليش تقول لي ان هذا مكاني الاول اللي انا انولدت فيه؟ هي اخوان اللي بصراحة مش شفت هالتقرير يعني شفت قلت جد يعني الحياة صعبة، بس أي واحد بينا خلي أمانة عذبي، خلي أسهار، خلي حسن، خلي سكينة، واضح حسن نحكي على البنات باعتبار هي المرة هاي يعني 79 سنة وعايشة وحدها فقط هي وحيواناتها، وتقول جيم لا في يعني جد كلمة قوية إخوان، جيم لا في تعرفين معناها؟ معناها أنا أحب الحياة، أحب ليجان، أحب الناس، أحب لا نتيجة، أحب الطبيعة. شنو رأيكم إخوان؟ بس أنا كل شيء متوفرت لنا مرات، يعني الماي موجود بس بسرحنا فيه، لا نحفر متر ولا عدنا ثلج قاسية. إخوان أنتم ما عايشين بهيش ظروف، أنا بصراحة يعني شفت يعني خلال فترة هناك وجودي يعني خصوصا من تبقى أسبوعين ما أشوف الشمس، يعني أسبوعين متتالية ما أشوف شمس. لو شوفون يعني أتمنى إذا واحد عنده أقارب برا خصوصا هاي الدول اللي ما تشوف الشمس، السويد وغيرها وغيرها او بالنرويج، اتمنى مثلا تطرح لي سؤال تقول لي شني يعني شني يعني شني انطباعكم اذا ما تشوف الشمس لمده اسبوعين او ثلاثه، كون على ثقه الكابه تصعد 100%. سبحان الله هاي الشمس قلت احنا مزعجه عندنا، بس سبحان الله اخذت تختفي اسبوع وراح اشوفون، يعني يمكن اعتقد يمكن اغلب الناس لا تتخبط. اذا اخوان شوفوا هسه هاي عايشه بهيك ظروف قاسيه، يعني هي تقول يقول لابينا تخي ديفيسيل حتى تحصل بوق اوبتينيغ لو لازم جدوى يعني احفر ها جسك ام متر، يعني تحفر متر واحد. يعني بصراحة انا اللي عجبني بيه اللي عجبني تقول جيم لافي، انا هاي اللي وقفتني يعني هاي جيم لافي، يعني قد جد قساوة الحياة وتقول انا احب الحياة. جيم لجان احب الناس، هي ناس ما يمه بس هي واحدة بس قاعد جيم لجان احب الناس. اذا اخوان اعتقد يعني هذه المحاضره اليوم محاضره كلش قصيره، فقط يعني حبيت ان ابين الى ما هو مطلوب منكم يمتى نستخدم ريزاكتيف ديفيني قبل هاي 12 نقطه لازم تحفظونها بالتفصيل. اذا عندكم اخوان اي سؤال سالوا. إذا عندكم إخوان أي سؤال سألوا. محاضرة واضحة سهلة؟ نعم واضحة. نعم دكتور. ما بيها شيء صعب؟ واضحة دكتور. استمتعنا بيها. شوي اللفظ دكتور. اللفظ إخوان يعني شباب يعني اللفظ مثل بيمن. عموما يعني اللغة شوي اللي صعبة. اي لا اخوان يعني قلت لكم يعني شباب يعني يكون على ثقه اللفظ يعني مدرسين باللغه الفرنسيه يعني في الخطا مو يعني، وحتى هم بالمناسبه يعني حتى الفرنسيين من يكتب يعني كان مشرفي فرنسي حتى من يكتب هو يقول لي وديه الواحد لغوي يدقق وراء، يعني شوف جد هم جد متمكن، جد هو فرنسي فرنسي يعني هو فرنسي الاصل هو نيتيف، ومن يكتب هم